الصينيون القابضون على جمرة الحرب منذ 6 أشهر والتي عاثت فيها آلة حرب الاحتلال فسادا وخرابا في كل مناحي الحياة، قتلت الأطفال والنساء والشيوخ، ومن بقي على قيد الحياة ما زالوا يعيشون في خيام للنازحين، وجميعهم يرون أن القرار هو تكملة للدور التاريخي للجزائر تجاه القضية الفلسطينية ونصرتها في المحافل الدولية. يعني الجزائر دوما كانت ولا زالت مناصرة للقضية الفلسطينية، يعني هي واحدة من الدول العربية الحامية للقضية الفلسطينية، ويعني مؤازرة وداعمة دوما سواء من خلال يعني الهيئات الأممية والدولية أو حتى من خلال يعني ما يجري على الأرض هنا في قطاع غزة من خلال تقديم ما يتعلق بالإغاثة وغيرها من الأمور يعني التي تساهم في صمود المواطنين هنا. الجزائر هي الدولة الممثلة لمجموعة الدول العربية في مجلس الأمن، وبالتالي هي معروفة بمواقفها باتجاه القضية الفلسطينية، بالتالي هذا أيضا جاء تتويجا لدور الجزائر تجاه القضية الفلسطينية. كان الآن يفترض أن يبنى على هذا القرار، يفترض أن يفضي إلى نتائج، لكن هذا العدو يعني استباح كل القوانين وكل قرارات مجلس الأمن وكل الشرائع الدولية والإنسانية والأخلاقية. ورغم صدور القرار إلا أن الاحتلال لم يتوقف عن مذابحه بحق الفلسطينيين، بل زاد أكثر من الأسابيع الماضية، واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، وهدم المباني على رؤوس ساكنيها، وما زال يحاصر المستشفيات بخان يونس وغزة. يوم دمار مسح، قتل أطفال، قتل شيوخ، قتل نسوان، قتل مريض، قتل سليم، خربان الديار للحجر والشجر والزرع والأرض، مضلش إشي، كل هذا عشان نهاجر؟ مش مهاجرين، هنقعد على خيام ترى منا. ومنذ بدء الحرب على غزة ما زال الاحتلال الإسرائيلي يدوس بآلته العسكرية على كل القوانين والأعراف الدولية، وما يحتاجه الفلسطينيون سوى رادع دولي يوقف شلال الدماء النازف في غزة للشهر 6 على التوالي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري.